إن التلال المحيطة بقرية فران علي في منطقة تطوان تحوي كنزاً لا مثيل له في المغرب كله، وهو صلصال تربتها. تفتت هذه التربة فتغربل فتجبل بالماء وتدعك طيناً يصنع منه الخزف. اشتهر خزف فران علي بصلابته، فلا تكاد تكسره صدمة ولا تشقه نار. صلابته من جودة طينه، ومن كثرة الطين فيه أيضاً، فهو سميك في كل نواحيه. يجفف الإناء أولاً، ثم يطلى بدلاء يحك ببحصة كي يشربه الطين فيزداد صلابة. تجفف الآنية بحرارة الشمس ثم بحرارة الفرن. وفي الأفران القديمة توضع الآنية مع خشب الحرق، والخشب هذا من العصفية، وهي شجر صغير كثيف العود، حرارة ناره بالغة. يشعل الفرن طوال الليل، وعند الصباح يخرج الإناء بعد الإناء ويفحص قبل نقله إلى السوق لبيعه. تصلح آنية فران علي للطبخ، وبذلك اشتهرت في المغرب كله. وإذا رحنا في الريف شرقاً بلغنا منطقة الحسيمة. التربة قرب قرية إيدادوشن صلصالها قليل. هنا تصنع الآنية من خزف طحن ثم مزج بتربة تعرف بشقوف. الآنية هنا أصغر وتصلح لاحتواء السوائل، فهي لذلك رقيقة جداً ودقيقة الصنع. فإذا جهزت طبخت طبخة أولى في الفرن كي تصلب، ثم ترسم على الآنية وبمنتهى العناية رسمات شتى، لكن نمطها واحد توارثته الأجيال على مر القرون حتى ضاع معناه. ثم تطبخ الآنية ثانية بحرارة منخفضة، فتثبت الأصبغة النباتية ويتغير لونها.
أما منطقة بني زروال في جنوب الريف فهي معروفة بآنياتها الضخمة، وأما أفضل الخزافات فهي خزافات قرية عين بوشريك، ولها أسلوب مختلف في جبل الطين وفي تركيب الآنية. يجبل الطين على شكل رغيف، ثم تجمع الأرغفة وتلحم أطرافها، يسقل الإناء ببحصة، ويجفف الإناء بحرارة الشمس في كل مرحلة ليصبح صلباً. فإذا تم تجفيفه أمكن صبغه بلون من الألوان قبل تزيينه بالرسوم. أما الأسبغة فهي معدنية، وأما الرسوم فهي قديمة، فكأن هذه الآنية من آثار الأزمان الماضية. يستحيل طبخ هذا الخزف في الأفران القديمة لضخامته، لذلك تركم الآنية ثم تغطى بخليط من القش وزبر البقر، هو الفرن والوقود معاً. ويكون الطبخ ليلاً فلا يفوتهم صدع في الفرن. وفي الصباح كأن الخزف في حمم بركان أو خراب بومباي. تستخرج الآنية بعناية فائقة وتخزن إلى أن تباع.